زرنا الوقف احنا وياك ذاك اليوم. نعم. اي وش مشاعرك؟ الجمعيه جمعيه الوداد. الله ليتا الله العظيم انه بدون مجامله شعور مختلط لاول مره احس فيه. انا ما ادري انا اني فرحان ولا والله اني ابكي لحال هالاطفال الضعوف، ولكن اسعدني وسرني يوم شفت الاهتمام فيهم واحتوائهم، وجزاهم الله خير القائمين على الجمعيه، وايضا اخواتنا القائمات ايضا الموظفات عندهم الامهات. يا ربي يا اخي الواحد مع عياله وينزعج يقول يا اخي طفش له يروح المجلس ولا يطلع من البيت من صجه بزر بزر، هذه الله يحسن اليهم ويجعلهم موازين حسناتهم. قاعده عندها اربعه خمسه، هذا تسكته وهذا ترضعه وهذا تعطيه لعبه وهذا، وايضا ترجع يحز في نفسك وفي قلبك ان هالاطفال هذول ما لهم ذنب، مساكين يعني سبحان من سخر لهم. والله يا اخي انه شعور غريب. وبس انا والله ذاك اليوم يشهد الله اني يعني ما قدرت والله اني اشوف كل شيء وادخل في التفاصيل، لانه صراحه كان الشعور مختلط مر، ما قدرت والله اواصل كل شيء اشوفه واسال. ودي عندي اسئله كثيره والله اني خنقتني العبره والله عجزت اسال والله. الله يسعدك. وحتى العاملين على الجمعيه صراحه انا كنت في الفريق صح؟ العاملين على الجمعيه. انت كنت في الفريق؟ اي اطول واحد انا فيكم. لان ابو عمر ما جانا غير في الاخير، انا الوحيد البائن من طولي. اي بعدين جاء ابو عمر. عشان كذا كانوا يصيحون خايفين. في البدايه فصراحه القائمين على الجمعيه اي يا زينهم يعني، المدير يجي وياخذ الولد ويشيله ويعطيك اياه. اي والله يبوس راسه. احنا عندنا المدير فسبحان الله من سخرهم لهذا العمل. انا اقول لك سبحان الله من حببهم في هذا العمل. والطفل يتشبث فيه ويضحك ويمسك لحيته الله يوفقهم ويسدد خطاهم ويزيدهم ان شاء الله رحمه وعمل. اللهم امين. ابو عمر والله اقول ان هذه من الحقيقه الاعمال الطيبه، والحقيقه الزياره يمكن ذكرت بعض مشاعري، لكنها انا رايت ان هذا باب خير وفق وفتح لنا. احمد الله جل وعلا ان الحقيقه يعني اكرم الله بالزياره ووقفنا على تفصيلات وراينا الايتام كلها أبواب خير، وأسأل الله يا أخي أن ينعكس علينا بالأجور العظيمة. وندعو لمن الحقيقة أيضا مدوا يد العون والمساهمة في هذا الوقف الذي سينعكس نفعه على هؤلاء الأيتام. الحمد لله الوقف وأيضا الجمعية مزكاة من علماء لهم مقامهم كبار العلماء في دعمهم، بل يعني قد ذكر أحد العلماء أن الدفع قد يكون حاجتهم أكثر من حاجة اليتيم الذي يعني والديها أو بعض أقاربه موجودين، يعني لأن هؤلاء الحقيقة يعني يحتاجون من الوقفات المباركة. ذكروا أن الأجر نعم لهؤلاء ربما أعظم من نعم الأجر نعم للأيتام نعم فعلا. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن ها أنا ما قلت حقت خلاف قبل شوي. أنا رايح معكم. لكني رايح معكم ما كان. طيب تبي تقول أنت؟ إيه طيب لحظة شوي يجي. أنا بخليك تقول الآن شوي. يعني نقول للجميع ساهموا حقيقة في هذا الوقف لكي تكونوا ممن ساهم في احتضان هؤلاء الذين ربما أو كتب الله عز وجل عليهم أن يكونوا بلا أب ولا أم، إلا أن الله سخر لهم هؤلاء الناس وسخركم أيضا أنتم لتدعموا مثل هؤلاء، فيكون لكم الأجر في الدنيا وفي الآخرة.